السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلونا نكمل السكشن الآخر اللي هو البرودكت. يعني هنا ممكن بعد بالأسفل هذا هو نهاية الهيدر صح؟ هنا ممكن نعملنا سكشن وهذا السكشن عنده ID تمام. ID هو product حلو. طيب هذا السكشن اللي هو اسمه save copy. هناخذ البرودكت هنا نقدر نستخدم عن طريق الاي دي هاشتاج صح؟ الاي دي هاشتاج بهذا الشكل. عفوا ال background اعتذر جدا عندي مشكلة بالبلعوم. ممكن يكون بهذا اللون يعني الان هو لون ابيض ممكن يكون بهذا اللون فارزة منقطة save refresh اوكي. هذا لو عملنا inspect element اللي هو يكون section تمام. لاحظ الباكجراوند هاشتاج ECF0F1 اوكي so ECF0F1 تمام. ف عندنا هذا السكشن جاهز. طيب هذا السكشن راح نحتاج الى layout و grid. في الجريد اجي احتاج هذا هذا تمام الكونتينر بالكامل راح اعمله كوبي واجي على السكشن واعمله paste. طيب كل البادي احتاجه لا انا احتاج فقط يكون هناك عمودين هذا العمود الاول هذا العمود الثاني تمام. هذا عمود ها في عندك رو اخر هذا احذفه لاحظ في عندنا رو اخر هذا كونتينر تمام. خلينا عملنا سيف ونشوف اذا جينا على الريفرش لاحظ هنا بيظهر لنا 1 اند 2 هذا هنا نهايته هذا هذا نهايته هذا هذا نهايته حلو. طيب هنا احتاج الى الانترنت فليكن مثلا لابتوب هنكتبها فقط لابتوب لابتوب دوت بينج بي ان جي على سبيل المثال اي ماك تمام. خلينا نشوف هذا إذا كان PNG أوكي هذا بدون خلفية فممكن نعمل View ونقدر نعمل هنا طبعا ننتظر أنه يحمل. خلنا نأخذ واحد آخر على سبيل المثال هذا طبعا باين أنه حجمه كبير جدا تمام. هنا نعمل له Right Click لاحظ save image احفظها في انا ممكن احفظها في الستاتيك على فكره بس لكن لازم اخرج من هذا وايضا static file او مثلا ممكن اكون بالبروجكت نفسه واجي اكتب هنا اعمل لي فولدر اسميها product تمام product folder واجي احفظ فيها مثلا product 1 ops product 1.png تمام سيف احتاج خلينا نشوف هذا بس خلينا نشوف هو لا هذا مو بينك هذا جي بيك هذا تصور هذا اوكي هذا او مثلا like this لا هذا ايضا نحتاج so this one يمكن هذا pink هذا أيضا pink فنعمل هنا مثلا save product 2 تمام هاي الصورة الأولى هذا okay why not هذا أيضا save product 3 تمام save. طيب صار عندنا ثلاث صور
اصبح عندنا ثلاث صور، كيف راح ندمجهم؟ الديف الاول راح يكون فيها الصوره، تمام. طيب كيف راح نجي نضمن الصوره في داخلها؟ هذا الديف، عفوا هذا الرو، هذا الكولوم هنا، بس مجرد اعمل ايمج، تمام. السورس src راح يكون دوت دوت سلاش، لاحظ، او دوت سلاش، اوكي دوت سلاش برودكت سلاش 1. راح اعمل بوز، تمام. رجعنا لكم مره اخرى. طيب هذا لو عملت له سيف مثلا وعملت هنا انا ريفرش، الاحظ انه ظهرت عندني الصوره، تمام. فعندي هذا بالنسبه للاول. ممكن اعمل من هذا كوبي، او ليش اعمل كوبي؟ خلينا نجي هنا نعملنا h2، تمام، بهذا الشكل، واحتاج الى باراجراف بهذا الشكل، واحتاج الى ul، تمام، وفي داخلها li بهذا الشكل، تمام. الهيد هنا مثلا انا عندي مثلا بهذا الشكل، اضع فيها واجي مثلا الباراجراف على سبيل المثال، هذا هو ال p، ويحتاج عندي li. كم li راح اعمل مثلا؟ خلينا نشوف اذا عملنا 3 li يكون كافي، اتصور صح. هذا ليش هيك ديت بعد like this. اوكي، ال li الاول بهذا الشكل، خلنا نعملهم كلهم نفس الكتابة، هذا واحد، هذا اثنين، اوكي بس وان، تمام، هذا ثلاثة. خلنا نجي نعمل سيف، نجي نعمل رفرش، لاحظ بيظهر بهذا التنسيق. طبعا هنا في عندنا فراغ اصبح هنا أنا. تمام، هذا الفراغ نحاول نحلها ايضا. اذا اجينا على this one right click inspect element، خلي نشوفه. اوكي لا، هنا أنا في عندنا مشكله. طيب هذا كيف راح نحلها؟ اذا اجينا على البرودكت صح، لو نجينا كتبنا مثلا padding element top صح، للاعلى 10 px. خلينا نجرب هذا التست، يعني لو سويناها 40 حتى نشوف التأثير أكثر. لا same thing. ممكن يكون الجومبوترون هو إلا تأثير. طيب لو أخذنا padding cut وجينا على الجومبوترون بشكل عام، يعني هنا تصور الجومبوترون هو اللي يعمل الفرق. يعني إذا أجينا هنا أوكي، لاحظ هذا هو الجومبوترون الكلاس الهوم، أوكي هذا جومبوترون. جومبوترون هو ده يسوي المشكلة. خلينا نشوف جومبوترون فلويد، لو جومبوترون هذا فلويد لا، فقط يعمل المسافات، فجومبوترون هو المشكلة. لو جيت على الجومبوترون مثلا وضعت له بادينج بس، لكن مش توب أكيد، البوتوم، سيف. لو نجي نعمل هنا أنا مثلا 0 بيكسل، اوكي سيم ثينج هنا أنا. اوكي خلينا نجي نسويها 100، او اكيد المشكلة موجودة في، خلينا نشوف هذا الهوم وهذا هو الجومبوترون. اوكي هذا هو الديف للجومبوترون كلاس. هذا هو الجومبوترون، لاحظ
هنا اوكي ليش ما نسويها مارجن سيف لاحظ المارجن لو جينا عملنا المارجن زيرو للبوتون تمام اذا كانت مشكلة مارجن لاحظ الان مع تمام ما عندك مشكلة هنا ايضا ممكن اعمل كلاس للبروتكشن هو داخل الكونتينر صح داخل الكونتينر لاحظ الحافة جدا ملتصقة فممكن ان انا اعمل مثلا my padding على سبيل المثال هذا كلاس غير موجود طبعا copy save واجي هنا أنا مثلا في البرودكشن بمعنى كلاس اذا dot my padding واجي اكتب هنا أنا مثلا padding top من الاعلى لو نجي نعطي له مثلا 10 px save هذا مفروض انه يتعالج لاحظ عمل لك padding ممكن ايضا تزيده مثلا تعمل 30 save refresh لاحظ اصبح الان اصبح شكله افضل لانه كان جدا يعني ملتصق بها جميل اذا نوقف هنا نكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم مع السلامة